دعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى الإضراب والنفير العام في مدينة جنين بعد اغتيال 3 شبان. كانت قوات خاصة إسرائيلية من المسعربين قد اغتالت صباح اليوم 3 فلسطينيين من بينهم شقيقان داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحد المستهدفين كان يشتبه بأنه يخطط لهجوم وشيك مشابه لهجوم 7 أكتوبر، رغم أن أحدهم كان يتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 أكتوبر الماضي، فيما نعت حركة حماس استشهاد شابان من عناصرها. واعتبرت الحركة أن إقدام الاحتلال على إعدام 3 مواطنين بالرصاص داخل مستشفى وأحدهم على سرير المرض يعد جريمة حرب متكاملة الأركان.